السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة الماضية طبعا تكلمنا عن يعني فكرة الفاير وول، وشفت يعني ورجيتكم فاير وول جاهز اللي هو كان عندنا موجود، وهاي فين ذا كلان، فين ذا اخوان كذا، هاي الاشياء. يعني مثلا لان ما في اي شيء، ما في شيء انت تعمله يعني، والوان ما في شيء انت تعمله، كل الشغل اللي انت بتشتغله على الانترفيسز اللي بتضيفها. يعني مثلا لو اجيت هنا وحكيت اساين، بنقدر نضيف انترفيس. كيف نقدر نضيف؟ يعني في عندك انترفيس موجود يعني بورت زيادة عندك بالجهاز. يعني انا عندي مثلا بهذا الجهاز في عندي 4 انترفيسز، فانا بس بضغط بقول له ضيف هاي الانترفيس، بضيف لي اياها. بعدين بدخل على الانترفيس، بعمل له configuration. مثلا اول شيء طبعا بدك تقول له انه enable interface، شو اسمه مثلا، تقدر تسميه مثلا home. طبعا configuration بدك تعمله static اكيد، ليش؟ لانه انت على الفايروول. بتقدر مثلا تحط ال MTU هنا، مثلا ايش ال IP version 4 مثلا عندك بالبيت، 192.168.1.1 مثلا، هاي ال اي بي فيرجن 4 ادرس. بدك تحط كمان السبنت ماسك، لا تنسى يعني اهم شيء السبنت ماسك، تعمل له سيف علشان يعني يحفظ الكونفيجريشن اللي عملتها. ابلاي سيتنج، بحكي لك لا تنسى تعدل الدي اتش سي بي سيرفر علشان يعني يعكس التعديلات اللي اضفتها انت هون. فحاليا صار عندي شيء اسمه دي ام سي والهوم. بدخل طبعا على الرولز، مثلا هاي دي ام سي، انتو شايفين هنا في عندك مجموعة كبيرة من الرولز. فانا راح اعمله، راح احذف كل الرولز ونضيفهم كلياتهم، يعني نضيفهم واحد ورا الثاني. apply changes. يعني احنا هون رجعنا زي ما انتو شايفين هون الهوم، هاي اول ما يكون الانترفيس موجود عندي. بس بدنا نعمل شغلة، ان بنحكي الهوم هاد موجود للاشخاص اللي بيزوروا البيت تبعنا. فاول شيء بدك تضيفه، طبعا اللي بالبي اف سنس معمول implementation، يعني مضمن التكنولوجيا تبعت الباكيت فلترينج البي اف. والباكيت فلترينج فيه له خصائص كثيرة بتوصل، طبعا بتضمن 7 لايرز، يعني باكيت فلترز بضم عندك هاي 7 لاير. طبعا انت لازم تكون اصلا ضايف 7 لاير علشان تقدر، يعني هو مش بس بيعمل فلترينج على لاير 1 او لاير 2، قصدي على لاير 2 او لاير 3، يعني على الفيزيكال لاير، على نتورك لاير، حتى يعني بوصل للسفن لاير انه انت ممكن تضيف مثلا شيء خاص بسكايب مثلا، او شيء خاص ب مثلا فيسبوك ماسنجر، شيء مثل هيك. يعني خلينا نحكي على سبيل المثال، لكن مش كل الابليكيشن متضمنه، لانه مستحيل في عندك الاف بجوز او ملايين. ايش الاكشن اللي بدك تعمله؟ اول شيء خلينا نضيف اكشن انه يعني يمنع اي حدا انه يتكلم مع اللان نتورك تبعتنا. فهو راح يكون بلوك، وهي على الانترفيس اللي هو الهوم. ايش الاي بي اللي بنستخدمه؟ اي بي فيرجن 4، لانه هذا اللي بنستخدمه. بروتوكول تي سي بي يو دي بي، تي سي بي ويو دي بي مع بعض، او اي بروتوكول. سورس، السورس شو؟ الهوم نت. هاي شايفين في عندك الياسز شغاله اصلا، اساس انك بغض النظر شو عدلته داخل
السياسات تبعتك ما يتأثر، ما بدك شغل كثير. ديستنيشن، ايش الديستنيشن اللي بدنا نروح عليه او بدناش نروح عليه؟ اللي هو اللان نتورك. نحكي له مثلا دروب اول باكيتس تو لان وسيف. هيك كل شيء من الهوم نتورك للفاير وول او لللان نتورك، من الهوم نتورك لللان نتورك راح يعملهم دروب مباشره. نعمل بلس مره ثانيه ونضيف بلوك انترفيس اي بي فيرجن 4 للبروتوكول. بروتوكول اي شيء، سورس هوم نت، لكن بدل ما نحكي له اللان نتورك نحكي له اي شيء متوجه نحو الفاير وول. هذا الفاير وول اللي احنا عليه، يعني اي شيء بتوجه الي كفاير وول مباشره يعمل له دروب. فللفاير وول كله بده يعمل له دروب. الان بعد ما عملنا دروب للي رايح للفاير وول، اللي رايح لللان، بدك تضيف الان السياسات تبعتك. طبعا لازم تضيف في النهاية هون، يعني انت عملت دروب للباكيتس ماشي، عملت دروب للفاير وول، وبالوضع الطبيعي الباكيت فلترينج اذا ما كان في عندك بيرميت، يعني هو البوليسي او السياسة بالوضع الطبيعي هي دروب، فمعناته احنا مش بس عملنا دروب، عملنا دروب مرتين. فانا بدي اضيف هنا في نهاية السلسلة احكي له باس مرر هاي البيانات اي بي فيرجن 4 اني اي بروتوكول. السورس طبعا راح يكون الهوم نت، ديستنيشن اي شيء، باس اول ترافيك. بدي اسمح لكل البيانات انها تمر. طيب نضيف الان الاشياء اللي بدنا اياها، يعني مثلا انا بدي اياه يتكلم مع الفاير وول ويحصل على الدي ان اس سيرفيس، يعني انا مشغل دي ان اس سيرفر على الفاير وول تبعي، فاكيد راح يكون يو دي بي، واكيد راح يكون السورس هو الهوم نت، لكن الديستنيشن راح يكون اللي هو الفاير وول، او لا خلينا نكون اكثر يعني دقيقين، فهو الهوم ادرس، يعني الانترفيس الاي بي ادرس اللي من جهة الانترفيس الموصول باللان هو بس بالذات ما نسمح. فالديستنيشن هو دي ان اس 53. نحكي له مثلا بيرميت دي ان اس سيرفيس، نحكي له سيف. طبعا هنا انتبهوا انه انا لما اضفت على نهاية السلسلة اضفت من هون، والان انا بحطها في، فاذا كان اي باكيت لما اضفت الان اضفت من الاعلى، ولما اضفت هاي اضفتها من الاسفل. ليش؟ لانه بشيك على اول واحدة بحكي له هو هذا البورت 53 متجه من الهوم نتورك للهوم ادرس تبع الفاير وول، معناته اعمل له باس، يعني اعمل له خليه يمر هاي باس. الان اذا غير هيك متجه نحو اللان نحو الفاير وول راح يعمل له دروب، نحو اللان راح يعمل له بلوك يعني دروب. اخر شيء غير هيك متجه نحو الانترنت، فكلياته بغض النظر ايش رايح على الانترنت وين رايح فهو راح يعمل باس لكل ترافيك. كمان في شيء ممكن يكون عندك، مثلا خلينا نحكي بدي اضيف باس، شغلت ان تي بي سيرفر داخل الفاير وول تبعك، فاذا مثلا بتحكي له يو دي بي اني سورس، او بتحكي له هوم نت سورس، ديستنيشن هوم ادرس. ننزل لتحت شوية، هاي الـ NTP هون المفروض
NTP port 123 مثلا. هاي permit NTP service وسيف. هاي انا سمحت الان تي بي سمحت. ممكن كمان احكي له نضيف مثلا شيء ثاني. ايش كمان مثلا ممكن نحتاج ان تي بي؟ طبعا نتورك تايم بروتوكول هو اللي بيوفر الوقت للأجهزة، يعني بيوفر الوقت. خلينا نحكي اذا طلبت الأجهزة هذا الوقت من الفاير وول، ودي ان اس اللي بيوفر خدمة الاسماء، فواحد للوقت توقيت واحد للاسماء عشان هاي. مثلا ممكن كمان انت تيجي اذا في عندك شيء ثاني، يعني واحدة من الاشياء المهمة انك تسمح فيها اذا كان في عندك طبعا، او تضيفها هون. مثلا ممكن يكون في عندك gateway معين غير هالgateway، ممكن لبعض الاو اسز يعني بالذات هذول او اس انه اسمح لهم، يعني مثلا نسمح لمين نسمح؟ في طبعا عندك عدد هائل، مثلا اذا بدك مين نوفل مثلا، خلينا نفرض نوفل نتوير مثلا اسمح له انه يفوت كذا كذا هاي. فانا عملت على ممكن تي سي بي فلاج، مثلا اذا كان تي سي بي فلاج سن بعمل اكشن معينة. فانت في عندك مجال كبير علشان تحدد، كمان في عندك سكادجول علشان تحدد، فعندك مجال كبير تحدد شو الاشياء اللي انت بدك تعملها. بناء على هذا تبني الفاير وول تبعك. طبعا هاي السياسات هي بتكون انت يعني جالس مع كل الموظفين او قسم الاي تي قسم السكيورتي، وبتحددوا هاي المواضيع علشان تبنوا الفاير وول اساسا. الدي ام زي مثلا، كمان هون انا بدي بدي ام زي مثلا انه يعمل بلوك، او اول شيء خلينا نعمل باس تي سي بي او تي سي بي يو دي بي مثلا، او اني خلينا نحكي اول شيء نسمح لكل شيء سورس دي ام زي نت ديستنيشن اني وباس اول ترافيك. فاسمح لكل الترافيك انه يمر. الان انت بتضيف مثلا من الاعلى بتصير تضيف، يعني انا راح بالنهايه راح اسمح لكل الترافيك. بعمل مثلا بلوك ديسيبلد انترفيس دي ام زي اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6، بتقدر مثلا تحكي له اثنين مع بعض. بروتوكول تي سي بي يو دي بي مثلا اني. طبعا انت راح تعمل السورس اني سورس ما في مشكله. destination للفاير وول this فاير وول self. فهون مثلا ممكن تخطئ او ممكن يعني تعمل خطا انه مثلا تحكي له اذا كان من سورس معين، زي ما احنا ارتكبنا الخطا. فهيك معناته كل الاشياء اللي رايحه للفاير وول مش من هون. طب تحكي طب كيف بده يتكلموا مع بعض انه مش من هون؟ يعني في شيء اسمه packet manipulation، وهذا خاص بالاتاكس اللي خاصة بالستيتفول فاير وول. ف ديسكريبشن بلوك تو فاير وول تحكي له سيف. هيك انا بعمل بلوك لكل الاشياء اللي جاية الفاير وول من اي مكان. الشغلة الثانية انه انا بدي اعمل باس بدي اعمل بلوك دي ام زي بروتوكول اني سورس اني ديستنيشن الهوم نت لا اللان نت. فاي شيء متوجه نحو اللان نت بدنا نعمل له بلوك بلوك تو لان. فبس بتعمل له سيف. العاد معناته خلينا نرجع نتاكد من هون انه احنا لما نعملنا هون
بلوك لازم نحكي له سورس. طبعا هو السورس من هاي، لكن تقدر تحطه اني اذا بدك، اذا بتشك انه ممكن يعني يصير في عندك مشكلة. كمان نفس الشيء edit protocol any safe عادي. طبعا شو بتفرق اني عن مثلا LAN network او مثلا الهوم نتورك؟ بيهمل الفاير وول، ما بتفرجش على مين السورس، خلص اي شيء متجه هاي. طبعا هاي بتوفر بروسيسنج كمان، خاصه اذا كان عندك هاي باندويث يوسج، او اذا كان عندك يعني مجموعه كبيره من الرولز، فانت هيك بتوفرهم. هاي الدي ام زي تبعنا رجعنا مره ثانيه وبننضيف الان. بدك تسمح طبعا للدي ان اس، بدك تعمل باس دي ام زي اي بي فيرجن 4 يو دي بي سورس. الان بتحطه بتحكي له الهوم نت او دي ام زي نت اودران ديستنيشن. طبعا الدي ام زي ادرس، دي ام زي ادرس ديستنيشن بورت راح يكون دي ان اس، وتسمح دي ان اس سيرفيس، تحكي له سيف، وكمان بتضيف الانتي بي وكذا. يعني هاي احنا مش بس عملنا طبعا ستيتفول فاير وول، اكيد ستيتفول فاير وول. ثاني شيء انه احنا بنينا سكيورتي بوليسي. ثالث شيء واللي هو الاهم انه احنا بنينا شيء بسموه زون بيست فاير وول. بناء على الزون احنا بنينا الرولز تبعونا. فكان عندنا زون اللي هي تبعت الوان، الزون الثانيه تبعت يعني زون نقطه او بقعه او مركز معين، وعندك اللان، وعندك دي ام زي، وعندك الهوم، وهي بنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله اذا يعني ابقانا الله. كمان في شيء في شيء مهم انه تنساش انه الدي ام زي ممكن يكون فيها سيرفرز، فموضوع انك تعمل ناتينج وبورت فوروردنج ما بيكفي، يعني لازم انت تضيف عليها رولز معينة. اذا طبعا هو بالوضع الطبيعي البي اف سنس يعني الشركة ضايفة بسموها اوتو بوليسي رول او اوتو رول، فهو مباشرة بس انت تعمل ناتينج مباشرة بضيف بوليسي هنا بحكي له اسمح للبورت اللي انت اضفته هناك اذا عملت له فوروردينج. يعني هذا هاي الخبرة اللي انا شفتها او اللي تعاملت معه، يعني شفت انه بضيف هاي. ما بعرف اذا ممكن تواجهك مشاكل كذا. يعني لهونا ان شاء الله، شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.